بعد أداء ممتع الأهلي يفرض سيطرته في الشوط الأول ويكتسح طلائع الجيش 3-0 بكل سهولة. هنرجع نكمل كلامنا عن أحداث الشوط الأول مع نجومنا كبار ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا سيطره واستحواذ واداء قوي من النادي الاهلي خلال الشوط الاول وفوز مستحق طبعا بالطبع. الحمد لله نتيجه كبيره قوي 3-0 اول هاف تايم. احنا كلنا شفنا من تشكيل طلائع الجيش ان هو اللي قال فينا هنطلع تعادل ونفسه يبقى في تعادل، اللي قال فيها اللي قال زي انا ليه ما يلعبش على المكسب وكان هو الحقيقه لعب فعلا جيم مفتوح، لعب بيحاول بس اعتقد ان الهدف المبكر أثر عليه جامد، يأثر على أي حد، فتح الملعب يأثر على أي حد مش على طلائع الجيش بس. في إصرار بقى، أنا اللي عاجبني في إصرار من اللعيبة اللي لعبت مباراة الأهلي دي من جميع الخطوط، تحركات سريعة جدا، إصرار إن هم على الوجود في منطقة جزاء الخصم. معانا بص التحرك، بص التحرك في الحتة الفاضية ده الهدف الأول. لا تحرك الاثنين من الأول يا أيمن. لا أنا عايز الكرة وهي بتتلعب طويلة، تحرك وليد سليمان في الحتة الفاضية. أيوه، والكرة وهي بتتلعب طويلة الاثنين رايحين على الكرة على حالة الاستحواذ. حصل ان وليد ساب الكوره الكهرباء بارتياحيه وعمل له مسافه، قدر كهرباء تصرف احسن تصرف واديها له، دخل حصل اصطدام بالراجل في اخر، رجع تاني باصرار الوجود النفسي عنده وان هو بقى عنده عايز اجيب جول النهارده، عايز النهارده اطلع من اللي انا من الشكل اللي انا كنت فيه، اذا كان قدام مدرب بقى، اذا كان قدام نفسه، قدام الجماهير الدنيا كلها، ان هو وليد سليمان اللي احنا بنتعهد فيه دايما اللي هو صاحب اهداف وصاحب تغيير مسار اي مباراه العيال، فكان تغيير مسار المباراه في اول ثانيه، في اول 45 ثانيه، فادانا ارتياحيه ادى اللعيبه كلها حتى اللعيبه الصغيره اعتقد انها كسبت من الهدف ده، الارتياحيه الحقيقيه اللي احنا شفناها في الملعب، السرعات بتاعتهم. انما انا شايف ان في روح موسيماني برضو، روح مدير فني، اللعيبه بتلعب الباس يا ايمن، ال1 2 بيظهروا لبعض بتحركات، بادجي علامه كبيره جدا النهارده انه بينزل يسقط، عنده حاله لا مركزيه في الملعب، بيروح يمين بيروح شمال، بيلعب 1 2 بيودي الراجل يجيب جول عالمي جيرالدو بالفكر ده اللي احنا بيقولوا احنا موجودين. وده السؤال اللي احنا سالناه الحقيقه قبل المباراه، اللعيبه دي كلها النهارده عندها فرصه انها تثبت زي ما قال عادل الاحساس بالتيشيرت، الاحساس بالمكان يعني. كابتن علاء، اداء جيد جدا وطبعا فوز مستحق، ولكن كمان شايفين استحواذ كتير جدا للنادي الاهلي، يمكن 66 مقابل 34 والملعب مفتوح ولاعيبه الاهلي بتتحرك كرة بكل سهوله ويسر. بص يا ايمن، كان في الاستوديو النهارده مفيش اي ضغوطات خالص، لعيبه في الكوره نازله الشكل كده، اللعيبه عايز تلعب، عايزه تقضي بدايه اليوم، عايز يبقى يوم حلو، مش عايزه اي مشكله في اليوم ده لحد ان شاء الله ما يستلموا الدرع. الحلو كمان قوي سبحان الله، هو اليوم بان علينا حلو ان الهدف كهرباء، يعني دخول مؤمن وهدف كهرباء، انت فاهم التوقيت نفسه في نفس التوقيت، وكهرباء كان لابس التيشيرت بتاع مؤمن يعني سبحان الله. لا اول مفيش، بص يا ايمن مفيش ضغوطات على الفرقتين يعني، ولا هنا ولا هنا. الهدف المبكر يعني كان بتفهم كابتن شريف، فتح الملعب، بس حتى اولا ما ينفعش لما يجي هدف فيها بقى بدري كده افتح الملعب بالطريقه دي. الهدف الثاني يا كابتن، الهدف الثاني يعني بص يعني دايما في زياده هجوميه لعيبه النادي الاهلي على مدافع الجيش، كره سهله جدا جدا ما فيهاش اي مشكله. الهدف الثالث كمان جاب جيراردو، تحرك بادجي، التوقيت نفسه بتاع بادجي والباص وتحرك جيراردو. بص ايمن النهارده السر كله في الشوط ده مفيش اي ضغوطات على لعيبه النادي الاهلي، دي حاجه. الحاجه الثانيه كل اللعيبه عايزه تلعب وتقول ان احنا موجودين، مظبوط، ودي الحاجه الحلوه. الحاجه الثالثه والاهم من الهدف الاول، تحس اللعيبه كلها عايزه تلعب بقى خلاص، مفيش مشكله خالص، كل حاجه ماشيه كويس قوي، لكن يحسب لهم ان كان في التزام يعني اللعيبه ملتزمه. 3-0 ويدوروا على الرابع والخامس، عايزين يبقى شكلهم كويس. لكن طبعا الشوط هاي بالنسبه لعيبه النادي الاهلي صحيح. كابتن اسامه، ثلاث اهداف، وزي ما قال كابتن علاء النادي الاهلي هل من مزيد. طبيعي، يمكن انا كنت متوقع الشوط الاول، قلت كابتن عبد الحميد بسيوني بيلعب بثلاثه ارتكاز، قلت هيبقى قافل شويه في نص الملعب ويلعب على هجمات مرتده او كده، لكن الهدف في اول 45 ثانيه هدف جميل وسريع جدا، خلاه يلعب بقى مفتوح خالص، وزي ما كباتن قالوا كابتن شريف وكابتن علاء،
ان لعيبه النادي الاهلي بتلعب بانبساط ويعني في فرحه وهم بيلعبوا مش مضغوطين. في الجبهه الشمال عامله شغل كويس قوي كهربا، انا بعتبره نجم الشوط الاول، عامل جون وعامل اكتر من جون وجايب جون حلو، مع وليد سليمان مع وحيد عاملين شغل كويس، نص الملعب بيستحوذ على الكوره كويس، فشوط هايل وثلاث اهداف هايله. بس في المقابل كمان فرقه الجيش حتى بعض الفرص اللي لاحت لها يا اما بيتصرفوا وحش يا اما بيضيعوها يعني. أي. حتى دي ما عرفوش يخشوا في اللقاء. في واحد علي لطفي انقذها طبعا، في واحد علي لطفي انقذها كويس قوي. فتلات اهداف جمال وشوط هايل للاهلي. كابتن عادل، الهدف المبكر اثر على فكر عبد الحميد بسيوني اكيد طبعا، وده مدلول كويس ان دي المباراه الثالثه على التوالي انك تسجل في اول خمس دقائق. دي حاجه كويسه جدا وحاجه من الحاجات اللي احنا كنا متعودين عليها في النادي الاهلي، طول الوقت بنتكلم في اول ربع ساعه لازم نسجل، ودي حاجه من الحاجات اللي بتفتح الجيم، بتخلي الجيم اسهل شويه. الاستحواذ ما زال هو الافضل، السمه الباينه للنادي الاهلي، في نجاح كبير جدا للموسيماني انك بتغير ثلاث ارباع التيم ونفس نفس السيستم موجود ونفس فكر الراجل موجود، نفسه هو نفس الاداء في الملعب، اللعيبه بتلعب باريحيه، اللعيبه في تدوير الكوره، ودي حاجه كويسه جدا. اللي مساعد ده كمان ان في ضغط عالي مش منظم من فرقه الجيش، فساعد كتير جدا على تدوير الكوره. بادجي وفخري بيعملوا مجهود كبير جدا واداء فوق الرائع في خروج الكوره، هم وايمن اشرف وفتحي في خروج الكوره بيطلعوا عليهم بشكل كويس جدا، فده مبين النادي الاهلي بشكل كويس جدا. مساحات كبيره النادي الاهلي قدر يستغلها كويس، في لعيب الكوره كتير في الملعب، مديها استحواذ كويس، مديها شكل جمالي، مديها فرص كتير. كل توفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونقابل حضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الثاني، ارجوكم انتظرونا.